احنا نحكي على الحقوق والحريات، هاو معنا رئيسة لجنة الحقوق والحريات، هي مش في هذا الموضوع، ولكن هذه فرصة باش نقولوا لها، معناتها انتم كنواب حاولوا تفهموا شنو اللي صار، ونشكرها برشا السيدة النايبة هيلة جاب الله، خاطر احنا في وسط جلسة عامة وهي يعني تحب يعني قبلت باش تجاوبنا. السيدة هيلة مرحبا ومساء النور. مرحبا، مساء النور. شكرا لك على قبولك الدعوة، نعرف اللي انت للأسف تعذر انك تكون ضيفتنا لانها مازالت الجلسة متواصلة ومازال النقاش متواصل سيدة نايبة حول مشروع قانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية والجواز السفر البيومتري. نعم، احنا مازلنا في النقاش العام حول مشروعي القانون عدد 56 و57، وما زلنا زادا كيف ما بديناش زادا نسطوا على الفصول، دونك الحوار طول شويه كيما الجلسات الاستماع والنقاش العام داخل اللجنه خذوا وقت مهم جدا نظرا لاهميه الزوز مشاريع هذوما. يظهر لي صار الاشكال والنقاش طال برشا سيده النايبه في ما يخص حمايه المعطيات الشخصيه، يعني هذا هو الاشكال الجوهري. هو الحقيقة النقاش ما اختصش بيه كان حماية المعطيات الشخصية على أهميتها، النواب معناها كانوا مهتمين بجميع الخاصيات نتاع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر، الكلفة نتاعها مع المواطنين، الكلفة نتاعها مع التلاميذ والطلبة، دونك طرحت معناها العديد من الأسئلة، وبطبيعة ديما السادة النواب بيستغلوا فرصة في الجلسات العامة باش يوصلوا زاد المشاغل والمشاكل والتساؤلات حول جهاتهم. الكلفة طبعا كل مواطن تونسي يتسائل قديش باش تكلف عليه الكارد ايدونتيتي جديدة وهالباسبور جديد. سيدة النايبة عندك فكرة؟ السؤال هذايا تطرح برشا مرات وهو مهم جدا. اليوم احنا مازلنا ما خديناش اجابه السيد الوزير على خاطر بعد انتهاء النقاش العام هو باش يولي يجاوبنا وياخذ حيز من الزمن الاجابه على التساؤلات، لكن خلال جلسات السماع الاولى كان السيد الوزير قال باش تكون الثمن نتاعها بين 25 و40 دينار. الثمن هذايا فاريابل على خاطر فما الامضاء الالكتروني اللي هو باش يكون اختياري بالنسبه للمواطنين اللي يحبوا ياخذوا الامضاء الالكتروني، دونك هكا علاش فما معناها الفرق انا اعتقدت على الواحد برا. هذه بالنسبه للكارد ايدونتيتي وبالنسبه للباسبور. بالنسبة للباسبور ما بين 120 و 180 دينار على ما أظن، دونك ناخذ معاهم الكونفيرماسيون. سا ديبون من عدد الصفحات اللي باش يكون فيه، باش يولي فما اختيار ما بين 32 صفحة و 48 صفحة. وفما حاجة أخرى زادة اللي تنجم معناها تغير على الكلفة اللي هي معناها في الوقت الحالي يعملوا لها دراسة، وكل اللي مع استكمال مشروع القانون هذايا وصدور الأوامر الترتيبية واستكمال التجهيزات اللازمة والمواد الأولية، معناها باش تكون فارياسيون حسب حتى السوق شنو باش يكون موجود فيها. ويبدو لي باش يتم الانطلاق في بالجواز السفر قبل بطاقة التعريف، لأنه يعني عند فما يعني تجهيزات متوفرة بالنسبة للباسبور. صحيح، بالباسبور فما بعض التجهيزات المتوفرة، وفما مسألة أخرى اليوم أشار لها السيد الوزير كي ورانا سبيسيمان، معناها كيفاش نجم يكونوا هالوثائق البيومترية مثل عليهم نوعا ما إيشونتيون باش يفهمونا الناس الكل. دونك فما بلوزيغ تيب دو باسبور، نجم يكون من أنواع الأوراق، الورق العادي، الورق البوليكربون اللي هو أكثر معناها قوة واللي هو زاد كيف يحمي أكثر من التزوير، لكن كلفته معناها غالية برشا برغم الورق الآخر. دونك هذا كل باش تتم دراسه باختيار معناها نوع الباسبور باش يكون جودته باهيه بارابور زاد للكلفه نتاعو بالنسبه للمواطنين. باش نرجع معاك لحمايه المعطيات الشخصيه، ويبدو لي الشريحه الذكيه باش تكون مشفره، معناتها هذا هو اللي تم ربما اللي باش يتم الاتفاق عليه سيد النايب. هذايا احنا هو تم الاشاره ليه في
في في في فصل عدد سنين من المشروع القانون اللي فما بعض البيانات المشفرة واللي هي البيانات البيومترية، لكن اللجنة قامت بتعديل. وفي الفصل اللي متعلق بالمواصفات المادية والفنية لبطاقة التعريف أضفنا التنصيص اللي هي تكون مشفرة على معنى الفصل 2، معنى على المعنى البيانات البيومترية. وكيف كيف زدنا تعديل آخر اللي هو مهم جدا، اللي تشفير هذا ما يكون معناها إفيكاس ومنجم بالحق يأمن المعطيات الشخصية إلا ما يكون مرتبط بشهادة مصادقة إلكترونية. دونك هذوما زوز الإضافات في التعديل كانوا مهمين برشا، وهي الجهة المبادرة قبلتهم. دونك إن شاء الله توجبوا جلسة مع النقاش مع بقية الزملاء شنو باش يكون. يعني 2025 المواطن التونسي باش يكون عنده باسبور جديد وكارت ديدونتيتي جديدة، يعني بيومتريك. على الاغلب باش يكون الامر كيما هكا، اذا تم المصادقه على مشروعي القانونين هذوما معناها اليوم ولا تتواصل جلسه يمكن اليوم اخر نظرا لطول زوز مشاريع معناها في نفس الوقت. دونك بروبابلومون خاصه مع الباسبور نتصور اللي باش يكون متوفر قبل بطاقه التعريف. بالنسبه معناها للزوز وثائق هذوما بصفه عامه باش يكون تعميمهم على كامل تراب الجمهوريه باش يتم على مراحل. على مراحل حتى يكون فما التجهيزات الكاملة في كل جهات الجمهورية. السيدة النايبة رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، شكرا لك، نعرفوا للنقاش متواصل، وكما يظهر لي أنا متأكدة استمعت إلى مقال في البلاتو مقال صديقنا أيوب عمارة، أنتوما كلجنة حقوق وحريات ماذا بينا تشوفوا، علاش يعني بعض الإيقافات للشباب من المساندين للفرق نتاعهم، يعني الناس اليوم منعونا من دخول الى الملاعب، هذه فما حريات وحقوق اليوم فما للاسف يعني فما حاجات ماناش فاهمينها. سيده النايب بيان سور احنا من توسكي معناها الحاجات اللي باش تكون مثلا حد من الحريات للشباب هذوما اللي باش يمارسوا الهوايه نتاعهم ويتبعوا الفريق نتاعهم وكل ما هو علاقه بالنزعه الجهويه وبالسب والقذف والشتم، هذا كل ما نقبلوش. انا كنت انا وزميل ليا في الاسبوع الفارط بعد احداث ملعب رادس ما بين مقابله النجم الساحلي والترجي، كنا تقدمنا بسؤال كتاب للسيد وزير الداخليه والسيد الشباب وزير الشباب والرياضه فيما يخص اللافتات وفيما يخص النزعه الجهويه والعنف اللي نشوفوا فيه في الملاعب. احنا قاعدين نتبعوا فيه معناها، واليوم ديجا العديد من الزملاء زاد كيف معناها تطرقوا للمساله هذه. بالنسبه للاحداث بتات اللي صارت اليوم مازلنا في جلسه عامه ما نجمش نتبعها، مي معناها احنا معاكم والعنف هذا مش مقبول، وكسوا مسلط على الجماهير ولا ما بين الفرق ولا اي نوع من العنف ومن التضييق. شكرا لك سيده النايبه على هذه المداخله وعلى كل ما افدتنا به. ايوب نيجي شنو شديتوا من اهم حاجه ولا الفلوس شديت الحقيقه 25 دينار 40 دينار بطاقه تعريف و 20 دينار 80 دينار الباسبور. يعني كهوا مهما امطري حيث ما شتي فخرجك كله لي. بالنسبه لي يلزم مهما كانت الظروف ندخلوا سنه في تقديري الشخصي ما نعرف اللي اتفت. يعني هذا القانون باش يتعدى واي مبادره تشريعيه في المجلس النواب باش يتعدى، وانا عندي موقف في مجلس النواب هذا بطبيعه الحال احترم الاشخاص واحترم موسى، اما انا ما زلت اصر انه اعتبره هو ما يعني مركز ضبط مركزي يدور بان نعتبر هذا المجلس الحقيقه بكل يعني بكل تجرب وبكل موضوعيه فربي عينهم ثم المبادرات والله يا ناجي انا في مبادرات تشريعيه يا ناجي يقدموا فيها ما نحبش نعمل مقاربات، اما مهما تعلو الاصوات ما يغير شيء يعني في القانون هذا ولا في غير القانون هذا. يعني السيده النايبه حكيت على العنف واللافتات راهو حاجه ما يفهموش فيها ما يلزمش يتكلموا فيها، لا تفهم لا ثقافة الأولترا لا ثقافة الجماهير لا ثقافة الكلاش بين الجماهير بالك شي جماهير. يعني إذا كان حكيت على اللافتة راه مش جماهير نجم شكون جماهير الترجي جرعية شكت راه الجماهير عمرهم بين قوسين لا يشكوا ببعضهم هذوما ناس هذه ثقافة كاملة أصلا في ثقافتهم وقانونهم هالمجموعات هذه لا ثم شكون يتكلم باسمهم لا ثم شكون يمثل هما أونتي ميديا وأونتي هذه ثقافة كاملة الناس اللي تنجم تفهمها نجم. أنا ديما نقول للمريم حاجة ما نفهمش فيها ما تكلمش فيها يا سيد النايب ولا بقية النواب حاجة ما تفهموش فيها
راهو الحقيقة أنا نرجع لك نحكي لك اللي مت فات الكل والشهر ونص اللي عشنا في الرياضة الكل يتحدث على الجامعة والهياكل والانفراستركتور لا ثم حد تحدث على وسط داخلية ولا ثم حد تحدث على بين قوسين نحن اليوم في شهر مارس نجي أحيطك علما أنه 31 مارس القادم سيكون الذكرى السادسة لوفاة شهيد الملاعب محمد الإفريقي عمر العبيدي 6 سنين والناس اللي أجرمت ولا اللي كانت سبب في موته اليوم في حالة صراح وتخدم وتخذ الترقيات وتنعم بالحرية رأينا نحن الدعوات مش تاع التشفي أنا نعتبر أنه الإفلات من العقاب يا مريم هو العداء هو المرض المزمن للعدالة ينجي في تونس لو الإفلات من العقاب في كل شيء راه لا فقط في القضايا المتعلقة بقوة السلاح اللي يغلط الكل فلان فنان خاطره صديقنا نعملوا له هكا تتعمل تواول وتلافز وندافع عليه ولد الشعب اللي تيح على جونتا ب 5000 فرنك و 6000 فرنك حد ما يسمع به هذا اش معناه الفلات من العقاب الفلات من العقاب هو العداله راه يعني فرق بين القضاء وبين العداله فرق بين اننا نحكموا على الناس فرق بين اننا نعدلوا بين الناس انا بالنسبه لي يا ناجي الفلات من العقاب هو الطعمه الكبرى والكارثه الكبرى في تونس بالنسبه لي اللي يغلط يخلص نحن ضد الشماته وضد التشفي اما اللي غلط يخلص بوليس طبيب فهمي معلم استاذ استاذ انا بالنسبه لي اللي غلط يخلص هذا وقت يجي ناجي وقت تبدا ثم مناخ محترم وقت ثم خطاب موش متشنج وقت ثم قضاء لا فقط مستقل وناجز يكون قضاء راكز وماهوش خايف وما عليهوش ضغوط مهما كان لون الشخص اللي يحكم احمر ولا اصفر ولا اخضر ولا على اليمين ولا على اليسار وقت العباد تشعر انه ثم نوع نتاع عداله بين ابن الغفير وبين ابن الوزير.